لماذا رفضت فينا نقول غضبت من تشبيهك بالنجم العالمي روبرت دينيرو؟ ليه؟ ما بحبش انا كده. طب ليه؟ ما بحبش كده. تشبهيني بيه ليه يعني؟ قالوا لك انه زمان الملك فريد شوقي رحمه الله عليه اطلقوا عليه قال لك ده أنتوني كوين الشرق. فانا كنت مستاء جدا 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 جدا. بتقلل لان يعني مقارنه أنتوني كوين بالملك فريد شوقي ما تنفعش اصلا. يعني انا رايي انه هو جنب فريد شوقي ما يسويش. انت احسبيها زي ما انت عايزه. هو مشهور في العالم مش عارف ايه. وانا مره قلت له رحمه الله عليه قلت له يا ملك انا ما بحبش انك انت توافق على التشبيه ده. قال لي ليه يا ولد؟ قلت له يعني انت فريد شوقي انت الملك ملك الترسو مين ده يعني؟ وبعدين هو بيسليني ولا بيسلي اهله؟ هو بيسلي اهله وانا بسلي اهلي. شبهني بيه بتاع ايه يعني؟ ليش ما اخذتها نوع من مجامله؟ لا مجامله بمناسبه ايه برضه؟ يعني انه التشبيه بشخصيه عالميه لا نجم كل الناس وكل العالم لا لا يشرفني بيعرفه. ولا يسعدني وملوش علاقه بان انا معجب بروبرت دينيرو بحبه ملوش علاقه.